الشكر علينا ما دعا لله داء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأقطاب والأبدال والنجباء والنخباء والعرفاء والصلحاء ومشائخنا ومشائخ مشائخنا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات أصحاب البدريين والأحديين الحنينيين والخيبريين وتبوقين بقية الصحابة والقرابة كلهم رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين يا رب العالمين، خصوصا إلى حضرة سيدنا وسندنا وسلسلتنا الشيخ سيد محمد باحسن جمال الكردندي قدس الله سره اللذيذ. اللهم وإلى حضرة شيخنا حسن الثقافي الحضرمي قدس الله سره اللذيذ. اللهم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم وبحقهم وبجائهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا مع الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا لا سيما في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا
مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا بركة تامة يا رب العالمين. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا أبواب فضلك، وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحب جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.